ومشاهدينا عن صبغات الشعر ومشاكلها وحلولها. ويانا اليوم الكوافير المختص بالعناية بالشعر والوصول إلى اللون المطلوب من قبل السيدات بطريقة تضمن نتيجة مرضية باللون وصحة الشعر. أكيد يا كريستينا، ويانا اليوم الكوافير عمار عز حتى يعرفنا على صبغات الشعر غير الضارة وطرق سحب اللون وغيرها من التفاصيل. يسعد صباحك عمار، أهلا بك نورتنا. يسعد صباحك عمار، أهلا بك. شكرا. عمار، بداية خلينا نحكي عن صبغات الشعر. احنا قبل فترة يمكن قلنا الألوان الترند، حابين نرجع همنا نذكر المشاهدين بهم حتى بعدين نكمل باقي التفاصيل. اوكي، هلا بالنسبة للألوان ترند هلا حاليا بما انه اجانا الشتاء، يعني اكثر شيء عم يرجع ألوان الحمارات بشكل مو طبيعي. طبعا اللون الأحمر الدافئ، الأحمر الجاي على غامق شوي كثير دارج، بالإضافة طبعاً للون البيج، هذا دائماً هو بيكون موضة بالصيف بالشتاء، بس بيبقى درجات، مثلاً درجات البيج الغامق ولا الفاتح. في عنا الكراميل كمان هلا من جديد راجع مع اللو لايت، بيطلع كثير حلو. وكمان هو هلا موضة، يعني الكراميل مع اللو لايت كثير بيطلع حلو. حلو، حسيت هذا من أكثر الألوان اللي حبيته، لأنه يعني لون كثير طبيعي وحلو يعني. حلو. طيب عمار، خلينا نجي نحكي على تطور الألوان بالشعر من قبل السنوات إلى اليوم. نعم. شلون دا تشوفه وشلون صار التغيير، وهل أنت يعني ويا هالشي؟ لأن قبل كنا نشوف كوارث. صراحة التطور صار بطريقة مخيفة، لأنه قبل كان في عنا مشاكل كتير بموضوع الصبغ، والصبغ اللي فيها أمونيا بالأخص. شوي شوي هذا الموضوع صار للأفضل بوجود معالجات مع الصبغة، بيختلط مع الصبغة، بوجود تقنيات حديثة طبعاً. ما بقى إلا هاي الأضرار الكبيرة مثل قبل. هذا لا يعني إنه ما لها يعني أبداً أضرار، لا، بيبقى لها أثر جانبي، لكن الآثار جداً جداً خفيفة. يعني ممكن مثلاً ممكن بالمية واحد أو اثنين يكون بيعمل للست مثلاً حساسية. طبعاً يفضل إن الواحد يجرب قبل ما يعمل تيست بسيط، قبل ما انه يبدي بالصبغه. ويعتمد على نوع البراند اللي تستخدمه كل ست طبعا كمان. طيب عمار، اليوم يعني البنات شلون يختارون لون الشعر اللي حابين يسووه؟ هل راح يلوق للون بشرتهم ام لا؟ هلا بالنسبه لاختيار اللون، هو بيرجع للون البشره. مثلا في عندنا الاحمر بيحتاج لون عيون خضر ملونين. بالضبط. مثلا عندنا الوان الفواتح دائما بيحتاج اللون الزرقاء، مثلا عين زرق كذا، هدول الالوان، بدها الوان الفواتح البلوند وهاي الالوان. زين عمار، انت شلون تقنع البنات اللي مو عينهم ملونين انه هذا اللون ما يلوق لكم؟ صراحه نحن احيانا نفوت بباب ثاني، باب انه ما بيضل شيء، ما بنحكي، بنذكر كل شيء مواصفات بالبنت لحتى نقنعها. نحن يعني شايفين انه ما راح يلبق له، فنحن مضطرين أن نقول لها عدة عوامل يعني تأثر على هذا الشيء، اللي هو مثلا بشرته، اللي هو الكاريزما تبعه، اللي هو في أحيانا شخصيات معينة بيجيبوها بدون يطلعوا نفس الشخصية. صحيح، هاي أكبر كارثة. لا، يعني خلاص هم يكونوا مقتنعين بهذا الشيء، يعني بالضبط. صعب أنه تقنعهم، وهن بفكرهم أنه راح يوصلوا باللون للشخصية، وهذا الشيء غلط صراحة يعني. صحيح. طيب عمار، هل تختلف نتيجة مثلا صبغة سويتها الشخص عن شخص آخر، ما عدا أنه لون الشعر الأصلي أنه يكون ممكن يكون نفس اللون فالنتيجة تطلع يمكن نفس النتيجة، لكن أحيانا نشوف مثلا كريستينا سوت هاللون، إذا أني أسويها ما راح تطلع نوع الشعر. صح. إذا يكون في عنا أنواع شعر تختلف عن نوع، مثلا في عنا الشعر الخشن، في عنا الشعر الناعم، في عنا الشعر طبيعته بتكون فاتحة، في عنا الشعر الغامق جدا بيكون، هدول نحن لازم نعمل له خلطات، نكسر اللون بدرجات أفتح أو أغمق لحتى نوصل للون المتساوي يعني. حلو. نعم. الرأي. طيب عمار، خلينا نحكي همينا عن سحب لون الشعر. دائما احنا نسمع بالسحب، بالفتره الاخيره صار انه على السحب البارد، هذا يمكن يكون يعني ما يؤذي الشعر هوايه. صحيح. هل فعلا اليوم يعني اكو نوعة سحب خلينا نقول معين انه هي ما تؤذي الشعر؟ هلا سحب اللون بجميع الاشكال هي لها تاثيرها. نعم. لكن سحب عن سحب يختلف، مثل ما يخف بدرجات الاكسجين. يعني مثلا اليوم اذا بدك تعملي سحب بعيار 40 غير انك تعملي بعيار 20، ولو عدتيها مرتين هذا بيكون التاثيرات تبعها اقل.
بينما الأربعين أنت يعني بمرة واحدة عم تفتح الدرجة يعني درجة الشعر عدة درجات بتفتيحة واحدة، هذا الشيء جدا غلط، فبيفقع اللون حتى اللون ما بقى يطلع. نعم. طيب عمار، يعني أكو بعض البنات يروحون مثلا تقول له أنه الكوافير أني ما أريد أسحب شعري لون شعري، لأنه تعرف أنه السحب مضر هي. نعم. ولكن هو ممكن أنه يسحب لها لون شعرها بدون هي ما تعرف، لأن تعرف إحنا ما عندنا يمكن هذه المعلومات أنه سحب اللون شلون تكون المادة، هي عبالها ممكن يكون الصبغ. نعم. خاصة هي يعني أصلا مرات ما تكون شايفة يعني شو الشيء اللي محطوط على شعرها. شلون تعرف اليوم البنات إذا مثلا هذه المادة اللي انحطتت لي أنا على شعري هي سحب لون أو صبغة بس؟ صراحة أنا بنصح بأنه أي صالون تلجأ لها يتم الخلط قدام عينها، أنه خلط الصبغة إذا كان صبغة أو بولندر أو أي شيء كان، يكون الخلط قدام عين الزبون. يعني الصبغة تنخلط وياها السحبة، لو السحبة تكون لا السحب بيكون واحدة بلوندر وبعدين نعم أي بلوندر أبيض أو أزرق ينخلط ويا الأكسجين، هذا صار اسمه سحب لون بالضبط. طيب عمار، خلينا نجي على البنات اللي دائما يصبغون شعرهم، دائما الكوافير يقول من بعد الصبغ اكو عنايه بالشعر حتى تبقين محافظه على لون الشعر، يعني على لون الصبغه. نعم. شنو هاي الطرق اللي لازم هم يحافظون عليها؟ شلون يكون يتم العنايه؟ عندنا مثلا العنايه اول شيء كمعالج منزلي، يعني استخدام ماسك بالبيت هذا شيء يعني مفروض منه. زائدا لون مثلا، في عندنا الوان النحاسيات، الوان الحمارات او السيلفرات، هذول يحتاجون شامبو خاص فيهم، اللي هو شامبو فيه نفس اللون. نعم بيحافظ على اللون انه يبقى لفتره اطول وما يروح على الغسل، يعني لانه هاي الالوان حساسه شوي على الغسل، يعني بيتم فقدان اللون اكثر ويتغير اللون. نعم بيتغير. صحيح. نعم. طيب عمار، اكو بعض البنات هي لما نشوف شعرها نشف يعني بعد ما سوتها صبغه معينه، تجي بالبيت تريد تحط زيوت مثلا، تخلط انواع كميه من الزيوت وتخليها على شعرها. اكو بعض او انا سامعه انه الزيوت على صبغه الشعر هي تفتح اللون، او يعني اللون ما يكون نفسه يعني بعد هذه الزيوت، هل هذا الشيء صحيح لو هي امنه الزيوت؟ هلا الزيوت بشكل عام هو الزيت يعني ما هو مجهز ليكون للشعر صراحة. هي هاي الزيوت معروفة عنا انه الشعر بحاجة للزيوت، بس مو زيوت على الحل، يعني مو زيوت مثل ما هي، لا هي لازم لها مواد حافظة، مواد منخلط معها وبتتخصص للشعر. طيب بالنسبة للزيوت اللي هي أصلاً تكون موجودة للشعر، يعني ما أعرف زيت الجرجير يقولون وكانوا حاطين يعني يحطوه بعلب انه هو زيت للشعر، هذه آمنة؟ خلطات لا، بس لا كل شيء زيوت. هي شيء حاضر يعني. نعم يعني براندات وهيك. نعم. حلو. ويعني بأسوأ الاحتمالات إلي فوائدها أكيد فعلا. طيب عمار، خلينا نحكي على البنات اللي سنوات طويلة دي كانوا يخلون حنة. نعم. اليوم يريدون يتخلصون من الحنة حتى يغيرون لون الشعر، شنو الطرق هي اللي ممكن واحد يخلص شكلهم بعدين راح يرجعون للحنة مثلش. بعدين يرجعون للحنة. شنو الطرق؟ الحنة صراحة هو دائما بيقولون أن الحنة بيطول الشعر وبيحافظ على الشعر. مجرد ما أنك ما بتعملي صبغة لفترة طويلة، هذا لوحده بيخلي شعرك يكون فيه حيويه ولمعه ويعني تغذيته جيده. لهيك الحنة هو يعني طالع صيت انه منيح. فبدون هذا الصيت هو نحن يعني كصالونات ابدا ما بننصح فيه، لانه التخلص منه صعب. يا اما بدك تنتظري لبين ما يروح الحنة، وهي اكثر شيء امنه انك تنتظري لبين ما يطول شعرك لمرحله انه خلص انتهيت من الحنة، او اما بسحب اللون الخفيف، يعني بنفتح درجه معينه مثلا درجتين او ثلاثه مو اكثر، حتى لو الشعر ما تعب معلش ترتاح الشعر اقل شيء اقل شيء شهر اقل شيء، بعدها بنرجع نفتح درجتين ثلاثه لبين يعني ما نخلص على مراحل مثلا بالضبط. يعني نقول مثل اللون الاسود، من الاسود مثلا للبني الغامق، من البني الغامق للمتوسط، بعدين للفواتح. نعم. طيب عمان، همين اكو مثلا هذه الحنات اللي بيها اصلا يعني لون، واحنا مره تكلمنا يعني بصباح دجله اصلا ان هي الحنه الطبيعيه هي ما لها يعني الوان. صحيح. ولكن اليوم نشوف انه اللي تكون على خلينا نقول ازرق او بنفسجي طوخ، اللي تكون احمر، يعني هل هذه هي طبيعيه وتكون مثلا تنصح بها البنات خاصه اللي متعودين على الحنه وحابين يغيرون مثلا لغير لون وما تريد تصبغ لانه تعرف راح يتعب الشعر، تنصحهم انه بالحنه مثلا يغيرون للالوان؟ هلا الحنه يفضل هي الحنه تكون الحنه الخام، طبيعية. يعني بدون بالضبط اللي بدون الوان،
لأن الألوان نادر ما يكون مخلوط مع أعشاب صحيح جيدة. بيكون ألوان حافظة يعني مواد. هاي الألوان اللي أصلاً منها تسبب ضرر. بالضبط. فما بيكون أعشاب، بينما الحنة اللي تكون مخلوطة مع الأعشاب مثل الكركدي مثل ما ذكرتوا شوي هذا نوعا ما أفضل من غيره، بس ما بيكون دائما هيك يعني. أكيد أمار يعني بالفترة الأخيرة حتى قاموا شافوا ناس يستخدمون حنة، قاموا يجيبون هاي الحنة الخليجية اللي تسرح وتسوي واللون وما أدري شنو. أنا هذا شفته يعني الصبغ كلش تمام بعينه، بالعكس هذا كلش مضر. يعني اكو بنات استخدموا وفقدوا شعرهم نهائيا من التساقط على اساس عود، يعني هاي نتائجها تكون زينه واسم حنة. فهاي الشغلات اللي تكون بها الوان او اللي تكون بها مسرحات خاصه بالحنه يفضل يبتعدوا عنها. بالضبط يعني صراحة. هذا الشيء لانه حتى بالسحب اللون في حنه عن حنه عن عم يختلف. في احيان بيجينا الحنه الاصليه الطبيعيه بتكون تفتيحها نوعا ما افضل من الحنه هاي الجديده اللي جايب الالوان مثل ما ذكرتي، اللي بالالوان اول شيء ما بيتفتح ابدا او بينضرب اللون على الوان الخضار الباهت جدا، وفورا الشعر بتلاحظي انه من شعر تخين وجيد بيتحول لشعر خفيف وتقطع. صحيح صحيح. نعم. طيب عمار، نصيحه اخيره للمشاهدين، البنات اللي حابين يروحون يصبغون الالوان، شنو اللي تلوق لهم او ان كانت بخصوص الحنه، نصيحه اخيره وجهها لهم بالنسبه للالوان؟ انا بنصح انه يعني يبقوا على راي الكوافير اللي عم ينصحهم، اذا كان اللون ما بيطلع او اذا كان اللون اللي بيلبق لهم يعتمدوا على راي الكوافير. نعم. وبالنسبه للحنه نحن دائما ما بننصح بالحنه بانه التخلص منه صعب، واذا استخدمت الحنه يكون الحنه الخام الطبيعيه يعني. اكيد. نعم. اكيد طبعا عمار كالعاده انطيتنا معلومات انه للمشاهدين كلش مفيده، وشكرا تواجدك ويانا. شكرا لك.